مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة ليوم الأحد. يوم الأحد بشكل عام أجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة، ولكن في المناطق الشمالية بتكون الأجواء لطيفة في النهار لكنها تميل إلى البرودة ليلا، لكن المنطقة الشرقية بتكون معتدلة في النهار لطيفة بالليل تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وكذلك المنطقة الوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا تميل للبرودة في ساعات الصباح الباكر، أما المنطقة الغربية فتكون الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، وهناك أيضا في المناطق الجنوبية الغربية بعض الأجواء بتكون أو بعض الفترات خاصة في فترة الظهيرة بتكون الأجواء غائمة جزئيا وفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، شكرا للمتابعة، نترككم في أمان.